بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: الاحتمال قبر العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخط عليه، والصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. أنت لابد أن تواجه في حياتك بعض الصعوبات والمشاكل، سواء من الحوادث التي تقع أو من أشخاص مشاكسين أو من الظلمة. لا يخلو ابن آدم من أن يبتلى في هذه الحياة بما لم يكن يخطر له على بال. إن كنت من الصادقين المؤمنين الصالحين اصطف أمامك المنافقون والطالحون والأشرار والظلمة، كما أن أبانا آدم حينما فتح عينيه وجد أمامه إبليس، فما من مؤمن وما من صالح وما من أهل خير إلا ويجد أمامه من يعاكسه ويشاكسه. في المواجهة مع المشاكل والمواجهة مع الأشرار أنت بين خيارين: إما أن تتحمل وتستمر، وإما أن تتراجع وتستسلم. أمام الصعوبات، أمام المشاكل، أمام كل فعل تريد أن تقوم به، لا بد أن تكون هنالك أمور ليست على ما تروم وليست على ما يرام. ما الذي عليك أن تفعل؟ حتى لو أنك كنت تريد أن تدرس، فلا بد أن تواجهك بعض المشاكل وبعض الصعوبات. فهل أمام المشاكل نتراجع أسهل أم نستمر أفضل؟ يظن كثير من الناس أن التراجع أمام المشكلة، الاستسلام للعدو الظالم الغاشم القادر، هو أسهل من الاستمرار في المواجهة والتحمل. ربما يظهر ذلك لبعض الناس، إلا أن النتائج تبين عكس ذلك. صحيح أن من يريد أن يصل إلى هدف معين فإن العقبات تواجهه والمشاكل تعترض عليه الطريق، لكن ثمن الانتصار أقل من ثمن الهزيمة. إذا تراجعت واستسلمت وفشلت، فإن الثمن الذي ستدفعه أكثر مما لو تحملت واستمريت ومن ثم نجحت، سواء على مستوى مشاكل بسيطة أو على مستوى مواجهات كبيرة مع الآخرين. والحقائق تبين أن الذين ينجحون فإن الناس ينسبون إليهم
ما ليس بمقدورهم، ينسبون إليهم المعجزات ويغفرون لهم الزلات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند كفار قريش مذنبا، اتهموه بمختلف التهم، ومن جملة ما اتهموه أنه ارتكب الذنوب والآثام والخطايا، لكنه حينما انتصر انقلبت الآية تماما. وتجد أيضا في الحياة العملية أناس عاديين وربما يتعرضون لكثير من التهم، لكن يوم اللي ينجحون الناس ينسبون إليهم المعجزات. عمي هذا نفس الرجل، ما تغير ما تبدل، لم يتحول من بشر إلى ملائكة، لكن حينما كان مهزوما ولم يقاوم، حينما كان فاشلا ولم يتحمل، نسب الناس إليه كل نقاط الضعف، وحينما أحرز النجاح أو انتصر ينظرون إلى نقاط قوته وليس إلى نقاط ضعفه. الإمام علي سلام الله عليه يقول: الاحتمال قبر العيوب. الاحتمال تحمل، والمصدر يكون تحملا أو يكون احتمالا، يعني التحمل للمشاكل، مواجهة الصعاب، الاستمرار في العمل، هذا يخلي كل عيوبك تقبر. انظر حينما يموت الميت فإن منظره ليس محببا إلى الناس، ريحه إذا بقي على الأرض فترة من الزمن تكون نتنة تشمئز منه النفوس، لكن إذا أقبر يتجمع الناس حول قبره ويذكرون فضائله ويقرؤون الفاتحة على قبره. الميت الذي كان بشعا في مظهره إذا بقي فترة من الزمن يتعرض للتحلل، ومن ثم صورته تصير بشعة، صورة الموتى التي تأتي في أفلام الرعب عادة بشعة، بالإضافة إلى ريحه النتن، لكن إذا أقبر كل هذه العيوب تتستر. كذلك من يتحمل فإن عيوبه كلها تتستر عليه. الاحتمال قبر العيوب. ويقول في كلمة أخرى الإمام علي سلام الله عليه: وجدت، كلمة جميلة، الاحتمال أنصر لي من الرجال. يعني إذا أنا تحملت هذا التحمل ينصرني أكثر مما لو كان حولي مجموعة من الرجال. ويقول: من سالم الناس سلم منهم، ومن حارب الناس حاربوه، فإن العثرة للكافر. الشخص الذي يتراجع، الشخص الذي يسقط على الأرض، كما يقول المثل المعروف: إذا سقطت البقرة على الأرض تكثر عليها السكاكين. في بعض الأفلام التي تعرض على الإنترنت مواجهة بعض الحيوانات التي في ظاهرها أنها قوية وكبيرة، حينما تواجه الفهود والنمور أو تواجه أسد واحد نمر واحد، إذا استطاع هذا الحيوان، ثور كبير عنده قرون، جثته أثقل من جثة الحيوان الذي يواجهه، لكن يوم اللي يتراجع، يوم اللي خطوة واحدة يرجع إلى الوراء، تشوف هذا النمر يتغلب عليه، تجي النمور الثانية عليه، حينما تسقط البقرة تكثر عليها السكاكين. لكن صبر، تحمل، وعدم التراجع، هذه تؤدي إلى أن عيوب الشخص تقبر، ومن ثم لا تظهر منه إلا صفاته الحسنة. يقول الإمام سلام الله عليه في كلمة أخرى: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. الناس أصناف، الصنف الجيد وأفضل الأصناف ذلك الذي يرضي ربه ويرضي نفسه ويرضي الناس، يعني يستطيع أن يجمع بين رضا ربه ورضا الناس ورضا نفسه. في صنف آخر من الناس، هؤلاء
لا يهتمون لا برضا الله ولا برضا الناس ولا برضا أنفسهم. فاشل مربع، ما مرتاح في هذه الحياة، لا يهتم بنفسه ويعيش في حالة زعل من ربه ومن نفسه ومن الناس. هؤلاء الذين يصابون بالاكتئاب الشديد وربما يؤدي بهم الأمر إلى الانتحار، لا ربهم أرضوه ولا الناس أرضوهم ولا أنفسهم أرضوها. عاش في حالة معينة، لا رضا ربه ولا رضا الناس ولا رضا نفسه. في بعض الناس يهتم برضا نفسه، ما يهمه لا رضا ربه ولا رضا الناس. منهم من يهتم برضا الناس أكثر مما يهتم برضا نفسه، دائما عينه على الناس، هذا شنو قال وذاك شنو قال، وربما يكون على حسابه. مثل الخجول، أحيانا تجد أن الخجول يحمل نفسه لرضا الآخرين حتى فيما يرتبط بأمور بسيطة. يدخل في السوق فتعرض عليه بضاعة يرى فيها عيوبا، لكن يخجل أن يقول لا أو أن يطلب من البائع أن يبدل البضاعة لنفسه. يخجل يقول للبائع بدل لي، هذا في هذا العيب، لأنه يخجل يتحمل المعيب ويشتري المعيب، ومن ثم يقدم رضا الآخرين وهو لا يعرفهم على رضا نفسه. الآن أكو بعض الأفراد لا، أنانيين، بس يهم نفسه ما يهم الناس. هذا النوع من الأفراد في الحقيقة يشتري رضا نفسه بسخط الناس. قد تقول ما الذي يضره؟ الأناني ما يهتم أن الناس يرضون عنه أو ما يرضون عنه. لا، ما يصير هذا الشيء. بالنتيجة الإنسان يعيش في مجتمع، يعيش مع الآخرين، يهتم بالآخرين ويحتاج إليهم كما أن الناس يحتاجون إليه. في كلمة للإمام علي جميلة يقول: من منع يده عن الناس منع عنهم يدا ومنعت عنه أيادي. حينما لا تساعد الآخرين فإنك منعت عن الناس مساعدة إنسان، لكن منعت عن نفسك مساعدة كل الناس. الشخص الذي يكون راضيا عن نفسه لا يستطيع أن يكسب رضا الآخرين، وهو بالنتيجة يحتاج إليهم. في الكلمة السابقة قلنا البشاشة حبالة المودة كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. المودة يعني شنو؟ المودة هي المحبة التي تترجم إلى موقف وإلى عمل. قد تحب إنسان لكن ما عندك موقف من عنده، متساعده بس تحبه. مثل أن هنالك بعض الناس يقولون نحن نحب أهل البيت، ولكنهم يكتفون بمجرد الحب القلبي ولا يترجمون محبتهم إلى المودة، إلى الموقف، إلى العمل. يحب أهل البيت ويحب أعداء أهل البيت، يعني ما عنده موقف من أهل البيت ولمصلحة أهل البيت. المودة مطلوبة، أنت تحتاج إلى مودة الناس لك، أنت تحتاج إلى مساعدة الناس لك، أنت تحتاج إلى رضا الناس لك. لأن ما من إنسان من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير إلا ويبحث عن المحبة. الطفل الصغير يحب الناس يحبه، يرتاح إذا الناس أحبه، يرتاح إذا تبسم الناس في وجهه، تبسمت الأم، تبسم الأب، تبسم الأقرباء. الطفل الصغير يبحث عن المحبة، والشيخ الذي يكون على فراش الموت وهو على وشك الرحيل من هذه الحياة أيضا يبحث عن المحبة، يبحث عن رضا الناس. رضا الناس لا يعني في مقابل رضا رب العالمين أبدا. إذا صار تناقض ما بين رضا الله ورضا الناس فاضرب برضا الناس عرض الحائط، فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب كما يقول الشاعر. أفضل شيء أن يبحث المؤمن عن رضا ربه ورضا الناس ورضا نفسه.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هم راضية عن الله وعن ما فعلت في هذه الحياة، وهم مرضية من قبل الله ومرضية من قبل الناس. نحن في الدعاء نقول: اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك. تطلب من الله أن تكون نفسك محبوبة في الأرض وفي السماء، يعني عند الناس وعند الملائكة، عند الناس العاديين وعند الأنبياء، عند نفسك وعند ربك. هذا أفضل أنواع الرضا، أن تكون راضيا عن الله وعن النفس وعن الناس. طبعا لا يرضى عن نفسه في مقابل رضا الله ورضا الناس إلا الأناني المغرور. هم عنده أنانية وهم عنده غرور. عنده أنانية كل شيء يريد لنفسه، أنا أنا أنا. إذا جلست إليه خلال ساعة تسمع من عنده كلمة أنا 100 مرة، 100 مرة أنا، كأنه الميزان، كأنه المحور في هذا الكون. وأيضا مغرور. ليش مغرور؟ لأنه يظن إذا جلب كل المصلحة لنفسه ورضي عن نفسه فهو لا يحتاج إلى رضا الآخرين. مغرور بقوته. الطغاة عادة مغرورون وأنانيون، يرون لأنفسهم حقوقا على الآخرين ولا يرون على أنفسهم واجبات تجاه الآخرين. بس هو عنده حق، على الآخرين الإطاعة، البيعة، من دون أن يقدم هؤلاء الطغاة لهم شيء، بس أنت واجبك تقدم ولاء الطاعة. أما هو فما يهتم لا بمصلحتك ولا برضاك. قيل لأحد الحكام السابقين أن الناس يكرهونك لما تفعل بهم، قال: فليكرهوني بشرط أن يطيعوني. أنا مو مهم عندي ماذا يجري في قلوبهم، المهم يطيعوني، يسمعون كلامي، يقدموا لي مصالحي. ولكن الحقيقة الإنسان كإنسان يبحث عن أن يكون محبوبا في مجتمعه، في عائلته. المكروه من قبل شخص واحد يشعر بنوع من النقص في حياته. يعني إذا جاءك خبر أن فلانا يكرهك، صدق ما ترتاح، ليش يكرهني؟ أنا شو مسوي له حتى يكرهني؟ فالذي يرضى عن نفسه، من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. راضي عن نفس واحدة وكسب سخط مجموعة من الآخرين. على كل حال، أيضا يقول الإمام: الصدقة دواء منجح. سبحان الله، الإمام علي البليغ الخطيب الفصيح سيد البلغاء في هذه الكلمات يضرب أمثلة من واقع الناس. كذلك كما يقول القرآن عن الله: يضرب الله الأمثال للناس. يضرب مثال، كل كلمة يجيب فرد مثال إلها. طبعا في عنده كلمات بدون أمثلة، بس هاي الكلمات التي ذكرناها غالبا فيها مثال. البشاشة حبالة المودة، الصائد اللي يروح إلى البحر يريد يصيد الأسماك لابد أن يضع في مصيدته شيء يحبه السمك وليس ما يحبه هو. إذا وضعت في شباكك شيء أنت تحبه ما تصيد سمكة، لكن إذا وضعت في الشباك الشيء اللي يحبه السمك. البشاشة حبالة المودة، الاحتمال قبر العيوب. الصدقة دواء منجح، يمثل الصدقة بالدواء. وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. فيما يرتبط بمسألة الصدقة، احنا آيات كثيرة عندنا في القرآن الكريم، روايات كثيرة حول مسألة الصدقة. منها يقول ربنا: قل لعبادي الذين آمنوا، يطلب
من الأخصائيين، يطلب من المقربين، يطلب من الذين آمنوا به: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. سبحان الله، كثيرا ما ربنا يجمع بين الأمر بالصلاة وبين الزكاة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أو الإنفاق بشكل عام، الزكاة بالمعنى الخاص أو الزكاة بالمعنى العام، الصدقة بالمعنى الخاص أو الصدقة بالمعنى العام. الصدقة بالمعنى الخاص، عادة الناس يفهمون الصدقة أن تعطي فضل مالك، فضل طعامك، فضل ثيابك، شيء اللي ما تحتاج إليه تقدمه كصدقة لإنسان. لكن بالمعنى العام حتى الكلمة الجميلة هي صدقة، الهدية صدقة، تحترم إنسان آخر، هذا نوع من أنواع الصدقة. الصدقة دواء منجح. في هذه الآية ربنا يقول: قل لعبادي، ينسبهم إلى نفسه يعني جماعتي، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قبل ما يجي ذاك اليوم اللي ما تقدر تشتري ذنوبك بمال، أو تشتري الجنة والفيلات في الجنة بالمال، بالدنيا يمكن تشتري. المليونير يقدر يكسب الدنيا شقد ما يريد بأمواله، يكسب ولاءات، يكسب بيوت، يكسب ما يكسب ممكن، لكن في الآخرة لا بيع فيه ولا خلال. الإخلاء يومئذ واحد ضد الثاني. تقدر تشتري محبة الآخرين يوم القيامة؟ لا. ينفعك الآخرون يوم القيامة؟ لا. تهديد نوعا ما وترغيب من جهة أخرى، وأمر من قبل رب العزة والجلال. والإنفاق سرا وعلانية، عادة ما يطلب في العمل الذي يؤديه الإنسان بإخلاص أن يكون سرا ولا يكشفه للآخرين إلا في الصدقة. مطلوب صدقة السر ومطلوب صدقة العلانية. صدقة السر تطفئ غضب الرب كما في الأحاديث، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء النار، كما في الرواية المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليش صدقة العلانية أمام الناس أدفع؟ ليش؟ لأنك تشجع الآخرين على العطاء. لو كان هنالك جمع من الأفراد وأنت تطلب منهم تقديم العطاء لمشروع، فمن المطلوب أن أنت تطلع مبلغ من المال من جيبك أمام الآخرين وتقدمه. من المطلوب أن يقدم الناس عطاءهم أمام الآخرين، لا سرا وإنما علانية. كلا الأمرين فيها الأجر والثواب، ونحن مكلفون بذلك. في آية أخرى ربنا يقول: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أن تعطي الصدقة. الصدقة كما قلنا لا تعني فقط أن تبذل ما لا تحتاج إليه وبمقدار بسيط. الناس صدقات بسيطة يعطون، شيء طبيعي، لكن ربنا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بل المطلوب أن ننفق من إقتار، مو يوم اللي عندك وزيادة، يوم اللي ما عندك. وسأنقل لكم رواية من الإمام علي جميلة في هذا المجال. سنة الله على كل حال، الإنسان يحب، طبعا طبيعة الإنسان أنه يحب نفسه وما يتعلق به. فإذا كان عنده مال حتى له زيادة عن حاجته، يقول: يمكن أحتاج إلى هذا المال. عمي اليوم عندك بمقدار أكلك وشربك ونومك وملذاتك، عندك زائد؟ يقول: ما أدري، بكرة شي يصير ما أعرف، أنا اليوم أريد المال وبكرة هم أريد المال وبعد بكرة. الذين يدخرون الأموال في الصناديق في البنوك هنا وهناك، ممكن عنده بمقدار ما هو يأكل أموال، إذا هم يأكلون
تمن دولار ومرق دولار ومي دولار، هو وأولاده وأحفاده بعد عندك، لأن يملك مليارات من الدولارات. ليش بعده؟ إما لأن نفسه خسيسة فهو يطمع في المزيد، وإما لأنه يخاف يقول اليوم ما أحتاج، من يقول بكرة ما أحتاج، ممكن بكرة أحتاج. الحياة قائمة من جهة أن العطاء صعب على الإنسان، ولذلك فيها الأجر والثواب. لتقول أنا نفسي متطاوع أني أن أعطي، أنا أعرف نفسك متطاوعك، اللهم يعرف أن نفسك متطاوعك. يريد الإنسان يحب الخير لنفسه ويحب المال لنفسه ويحب ما يتعلق به لنفسه. لكن رب العالمين حينما يعطيك فإنما يعطيك لأمرين، أن تقضي حاجتك وأن تقضي حوائج الناس. أنت من جهة تحتاج فأصرف على نفسك، لكن من جهة ثانية ما عندك أصرف على الآخرين. أنت مجرد أمين صندوق رايح للبنك، هذا اللي يعطي المال النقد للمراجعين، هذا المال مو إله، ولذلك بكل سخاء يعطي هذا المبلغ. الأشخاص اللي تروح لهم وتشتري من عندهم بضاعة وتعطي مبلغ أكثر من البضاعة يرجع لك، هم يرجع لك بكل سخاء، يرجع لك مو بالقوة يرجع لك، لأن هو مجرد كاشير، هو مجرد أمين صندوق. أنت في أموالك الزائد عن حاجتك مجرد أمين صندوق، فلا بد أن تعطي للآخرين. أعطاك الله ثم طلب منك أن تعطي للآخرين، وعلى هذا تقوم الحياة. الحياة كما قلنا في ليلة من الليالي قائمة على الأخذ والعطاء، بل على العطاء أولا ثم الأخذ. الأشجار التي تزرعها تتعهدها، تصرف عليها وقتك وتعطيها الماء وتقضي على الطفيليات فترة من الزمن، تتعهد هذه الشجرة حتى تعطيك الثمرة. مو أول شيء تعطيك الثمرة وبعدين أنت تسقيها الماء وبعدين تتعهدها وبعدين تهتم بيها. الحياة قائمة على الأخذ وعلى العطاء، فأنت تأخذ لكي تعطي، حتى لو كان من كد يمينك وعرق جبينك. إضافة إلى أن ما تحصل عليه مثل ماء البئر، كلما تسحب من الماء يأتي مكانه ماء. يعني إذا أردت تقيس حجم الماء في البئر فهو بمقياس معين تصل إلى الأرض، فإذا لم تسحب من هذا الماء شيء لا يأتي بديل عنه، لكن إذا سحبت يجي بديل عنه. الحياة أيضا قائمة على هذه المعادلة، حينما تعطي يأتيك البديل. إحنا إذا نظرنا أيضا بعيدا نرى أن الصدقة للآخرين هي صدقة للنفس. عطاؤك لغيرك في الواقع هو أولا عطاء لنفسك، لأن تحصل على أربعة أمور في مقابل عطائك. تظن أنك خسرت مالا حينما أعطيت، لكن الحقيقة تربح أربعة أشياء. واحد، تحقق إنسانيتك، أنت إنسان، أنت تختلف عن القطة، أنت تختلف عن الكلب، أنت تختلف عن الفهد، عن النمر، عن هذه الحيوانات التي تهتم بنفسها، أنت إنسان. يعني لابد أن يكون عندك لطف بالآخرين، رحمة للآخرين، مودة للآخرين، هذا الذي يميزك. نحن لا نعيش في غابات، نحن نعيش بين بشر مثلنا، عباد لله مثلنا، ربنا ربهم، والحياة للجميع. تحقق إنسانيتك وتطلع من حالة الحيوانية والتوحش. ثانيا، تدفع البلاء عن نفسك، وقاية للبلايا ودفع البلاء بعد أن ينزل. الصدقة تدفع البلاء، البلاء إذا نزل، أو الوقاية، والوقاية خير من العلاج. لا تقول أنا ما عندي مشكلة، أنا لا مريض عندي أخاف عليه، ولا عندي مشكلة في الحياة، ولا حاجة عند أحد، فليش أدفع الصدقة؟ ادفع وقاية، كما أنك تهتم بصحتك ولا تأكل ما يضرك، تهتم بصحتك فتنام، تهتم بصحتك فتعمل، تلعب رياضة مع أنه ما عندك مشكلة،
حتى لا تصير عندك مشكله تلعب رياضه، حتى لا تصير عندك مشكله تاكل بمقدار حاجتك. كذلك ما يرتبط بالعطاء. الامر الثالث ان ربك يعوضك حينما تعطي، رب العالمين يعطيك. والامر الرابع ان لك الاجر والثواب. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. صار عندك مريض، اول شيء ادفع صدقه عنه، بعدين روح عند الطبيب. يجعل الله الشفاء، السلام عليكم، يجعل الله الشفاء على يد الطبيب بعد ان تدفع الصدقه. كان عندنا استاذ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسين المازندراني، والدته كانت مريضة طبعا كبيرة في العمر، فكل يوم كان يأتي ويتحدث عن والدته أنها مريضة، بس الحمد لله باقية. في يوم من الأيام جاء إلى الدرس وقال: اليوم الدرس تعطيل، ليش شيخنا؟ قال: توفيت الوالدة. ثم قال لنا ما يلي، قال: كل يوم أنا أول الصبح كنت أعزل الصدقة عن أموالي، الآن ما أكو فد واحد محتاج لك، أعزله في صندوق في مكان ما. يقول: اليوم نسيت أعطي الصدقة، ذاك اليوم اللي نسيت والدتي توفت. داووا مرضاكم بالصدقة. في الأحاديث والروايات أن فرعون كان ينفق الكثير ويطعم الطعام للناس، لكن حينما جاءه موسى بن عمران وبدأت المواجهة بينه وبين نبي الله الكليم، بدأ يقلل من مقدار الطعام اللي يقدم للناس، وقال لمن حوله: ما ندري وضعنا ويا موسى لوين توصل. القضية ما كانت فقط موسى، طبعا موسى عند قوم، موسى يعني بني إسرائيل، كما أن فرعون كان يعني الأقباط في ذاك الوقت، لكن بني إسرائيل قوم جماعة. قال: وضعنا ما ندري إلى أين تصل مع موسى. فبدأ يقلل الطعام اللي كان يقدمه للناس، وفي اليوم الذي غرق فيه امتنع عن تقديم أي شيء للناس، وصل إلى مرحلة بعد ما قام يعطي شيء. قضيته صارت مثل قضية جحر، قال: ليش أنا أصرف على حماري كل يوم أعطيه طعام؟ فأبدأ أعلم الحمار أن يتعود على الجوع. كان يقلل الطعام يقلل الطعام يقلل الطعام إلى أن قطع عنه الطعام، مات. فكان يتأسف يقول: يوم اللي تعود على أن يأكل مات، أنت موتك، أنت اللي موتك، ما أعطيت الطعام. حينما تدفع الصدقة فإنما تدفع البلايا عن نفسك قبل أن تنزل، وتدفعها بعد أن تنزل. طبعا الصدقة لكل أمر مشكل، مو فقط للمرض، مو فقط للبلايا. تريد تنجح في الامتحانات قدم صدقة، تريد الأمن في السفر قدم صدقة، تريد أي شيء في هذه الحياة ادفع صدقة. الصدقة دواء منجح، يعني دواء لا شك في أنه ناجح هذا الدواء لأي شيء. ما يقول دواء منجح للمرض، حتى الإيمان تصلحه الصدقة. حتى الإيمان مؤمن، تريد هذا إيمانك يبقى وياك، ما تتعرض للزلازل، ادفع الصدقة. يقول الإمام علي: سوسوا إيمانكم. ساسة أي قادة، وأيضا يعني أصلح. سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. ما تريد مالك يبقى لك، حصن بالزكاة بالعطاء. وادفعوا أمواج البلائب الدعاء. سوسوا إيمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلائب بالدعاء. الصدقة أيضا فيها أجر، فيها ثواب. الدنيا بالنسبة إلينا زائلة، الإنسان العاقل هو من ينافس الآخرين في ثواب الآخرة وليس في أجر الدنيا. الكل ينافس الكل فيما يرتبط بالبيوت، فيما يرتبط بالسيارات، بالأموال وما شابه ذلك، لكن التنافس الحقيقي هناك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يوم اللي تدفع مالك تفعل الأجر والثواب، الجزاء الدنيوي راح تحصل عليه، لا تخاف، هذا مضمون لك.
في الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفي رواية أخرى يقول الحديث: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة ما في ظل، والشمس قريبة، والناس مع أنهم عراة حفاة غرلة غير مختونين، كما بدأناكم تعودون، نعود كما ولدنا في هذه الحياة بلا ثياب، لكن مشغولين، والعرق قد وصل إلى ما وصل في هذا الحر الشديد، تحتاج إلى مظلة. مظلتك يوم القيامة الصدقة التي قدمتها في هذه الدنيا. ثم إن الصدقة الشكر عملي، لأن شكرتم لأزيدنكم. بس لقلقت لسان، يا رب لك الحمد، لك الحمد تعطي لعباد الله، أنت إذا تعطي لنفسك كما قلنا وتعطي لعباد الله فيحبك الله عز وجل، كما أنك لو قدمت خدمة أو هدية لولد شخص تحبه، تحب الأبو فتقدم هدية لابنه، يعني تحبب نفسك إلى والده وسيحبك والده، لئن شكرتم لأزيدنكم. الصدقة تزيد في الرزق. هذه الرواية الجميلة التي ذكرتها: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. أنت تبحث عن تجارة مربحة ما شيء، إذا صار عندك إملاق، يعني ضعف مالي، يعني فقر، يعني مسكنة، يعني عوز، إذا أملقتم شدة الحاجة، روح في تجارة تربح فيها، وهي أن تتاجر مع الله بأن تقدم الصدقة. ما عندي، مقدار اللي عندك، عندك ثوبين قدم ثوب، عندك حذائين أعطي حذاء، عندك فلسين أعطي فلس، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. وفي رواية أخرى: استنزل الرزق بالصدقة. تريد الرزق ينزل من السماء لك، ادفع صدقة. أنا ما أعرف، بعض الناس عندهم هذه العادة أنه يوميا يقدم شيء كصدقة، كلمة خير، نصيحة جميلة للآخرين، مساعدة إنسان بالشارع، عطاء من العطاءات يقدمها كصدقة، ومن ثم تصبح الصدقة بالنسبة إليه عادة لا يستطيع أن يتركها، يتعود عليها، مثل ما كل يوم الصبح تفطر على طعام، تفتح عينك على الأكل، والظهر بالليل هو هم يفتح عينه على تقديم الصدقة. إذا نعود إلى كلمة الإمام سلام الله عليه: من رضي عن نفسي كثر الصاخط عليه، والصدقة دواء منجح، وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. إن شاء الله نشرح هذه الكلمة الأخيرة في الليلة القادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.